أقصى جنوب الجزائر في ولاية أدرار كان منطقة جافة بزاف وخطيرة اسمها التنزروفت، الصحراء تاع العطش، لخاطر ما فيها لا بير ولا ظل. فيها بيست واحدة تقطع على طول من ركان حتى البرج باجي مختار في الحدود تاع المالي. تنزروفت عنده شكل مثلث كما تلت الخالي الأسطوري. هاد البلاد الخيالية البعيدة وين كل واحد اللي يروح لها يهمل وما يوليش. بالصح رغم الخطر التوارق كانوا يقطعوا من بكري في القافلات التجارية بين المالي وشمال الجزائر. كانوا يمشيوها 20 يوم وفي الليل يستعملوا غير النجوم باش يلقوا طريقهم. تنزروفت يعيطولو كانا أرض الرعب خاطر معمر بالجثث تاع الناس والحيوانات اللي تبحروا فيه وماتوا. يقولوا باللي لقاو فيه الجثث الناشفة تاع قافلة قديمة كان فيها 1000 رجل وجمال. وفي وقت الاستعمار جنرال فرنسي لابيرين كان يجرب يتعرف على تضاريس الصحراء الطيارة باش يستعمر ويحارب التوارك. وفي عام 1920 يلحق فوق تنزروفت طاحت الطيارة ديالو وما قدرش يخرج من هاد المنطقة الخطيرة وينهبل ومات بالعطش. طاحت كان طيارة واحدة أخرى وهي تاع الطائر البريطاني بيل لونكاستر في 1933 اللي كان حاب يمشي من الإنجليز حتى جنوب إفريقيا بطيارة صغيرة. بصح الطيارة ديالو طاحت كان في تنزروفت وما لقاو الجثة تاعو غير 30 سنة من بعد. تنزروفت معروف تاني للأسف بالتجارب النووية اللي دارتها ميلتون فرنسا في الستينات، والسلطات الفرنسية حتى اليوم ما راهمش حابين يتحملوا المسؤولية تاع هاد الكارثة اللي مرضت وقتلت بزاف الناس بين ركان وعين صالح واللي مازالهم يعانيوا حتى لليوم. هاد التجارب لوتو كامل المنطقة إلى الأبد.